أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. نعم، يقول: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي كتبها في اللوح المحفوظ. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلاق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه الأشياء مكتوبة عند الله تبارك وتعالى. يقول: ثم بين ذلك، قال: فمن هم بحسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها، هم أن يعمل حسنة لكنه ما عملها، تكتب له حسنة، فإن عملها تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا فضل الله تبارك وتعالى. صوروا حسنة. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالإنسان إذا هم بالحسنة عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ثم يضاعف الله لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. أما السيئة قال: تكتب بمثلها غير مضاعفة. من هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لا تكتب عليه شيء أبدا. طيب، هل تكتب حسنة أو لا تكتب حسنة؟ فيه تفصيل. يقول أهل العلم: إذا هم بالسيئة، إذا هم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله، كما جاء في الحديث: ثم تركها من جرائي، أي خوفا مني، كما عند أحمد في المسند. طيب، فهذه تكتب حسنة له لأنه تركها لله سبحانه. إن تركها لأنه لم يستطع فعلها، ذهب يشرب الخمر وجد الحانة مغلقة، ذهب ليسرق وجد الشرطة موجودين أو الناس موجودين فامتنع لأجل ذلك، هذه تكتب عليه سيئة. ذهب ليسرق بعدين تذكر أن في مباراة الحين راح يطالعها، خلى السرق عشان المباراة. إيش رأيكم هذا؟ ها؟ تكتب حسنة؟ تكتب سيئة؟ ها؟ شو يكتب؟ سيئة؟ ما يكتب شيء؟ مو راضي، يقول ما يكتب شيء. ايش رايكم؟ ها اللي هناك شو يكتب؟ تكتب حسنة؟ لا تكتب؟ تكتب سيئة؟ ولا تكتب سيئة؟ نعم، هذه لا تكتب لا حسنة ولا سيئة، لأنه اختار تركها لكن ليس خوفا من الله، اختار تركها ولكن ليس خوفا من الله، فهذه لا تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة. إذا الأصل في السيئة أنها لا تضاعف، والأصل في الحسنة أنها تضاعف، لكن يقولون السيئة قد تضاعف من حيث القدر وليس من حيث الكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا تضاعف السيئات بالعدد، لكن قد تضاعف بالنوع، بالحالة، بالكيف، وليس بالكم. الكم لا تضاعف. مثل
تعظم السيئة بشرف الزمان، بشرف الزمان. قول الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمعصية في الأشهر الحرم أعظم منها من المعصية في غير الأشهر الحرم لشرف الزمان، وأحيانا شرف المكان. يعني اللي يسوي معصية بالكويت مثل اللي يسوي معصية بالحرم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة في الحرم ليست كالسيئة خارج الحرم. إذا شرف المكان، شرف الزمان، شرف الشخص المرتكب للسيئة. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الموت، لشرف مكانتك. وكان قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هي سيئة لكن يضاعف لها العذاب، لأن أنت زوجة النبي، أنت تختلفين عن الناس، يضاعف لك العذاب من حيث الكيف وليس من حيث الكم. فالقصد إذن أن شرف المكان وشرف الزمان وشرف المرتكب يختلف من إنسان إلى آخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.